كابتن رابح، واتفرجت انت على دلوقتي على الاربع منتخبات، مصر وزيمبابوي واوغندا والكونغو، مستوياتهم ايه وترشيحاتك ليهم ايه دلوقتي بعد اول مباراه؟ يعني بكل صراحه كل المباريات اللي شفتها لحد الان عجبني المنتخب زيمبابوي، خاصه في الشوط الثاني امام المنتخب المصري. أيه. لعب كره نظيفه، لعب بكل شجاعه، بدون ضغط، وكاد ان يفاجئ اكثر من مره المنتخب المصري. اليوم شفت مباراة مدغشقر. مدغشقر منتخب جيد. مدغشقر ولا انتم بتسموها ايه؟ احنا نقولوا مدغشقر او مدغشقر. مدغشقر. نعم. ادي اهو ايمانويل كوي، ده طبعا هو مان اوف ذا ماتش النهارده في مباراة الكونغو، زي ما كان محمود علاء مان اوف ذا ماتش في مباراة كما ذكرت. كما ذكرت المنتخب مدغشقر، وكما تكلمت مع محمود، هذا المنتخب نتكلم عليه بعد ثلاث سنوات. يعني منتخب جيد، يلعب كرة صحيحة، تكتيكيا قوي، الانضباط والروح القتالية في الميدان. كان ليه باع كبير مدغشقر زمان. نعم زمان، ولكن لأول مرة يتأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا. كابتن لأول مرة يعني يتأهل نهائيات، وظهر بمستوى جيد أمام منتخب بلجيني. منتخب بلجيني عنده خبرة كبيرة في النهائيات طبعا، لهذا لا ومديره الفني كان هو المدير الفني لبوركينا فاسو يعني. نعم عنده البلجيكي. بالضبط. أنا أعتقد المنتخب مدغشقر، أنا عجبني كثير منتخب مدغشقر يعني، وفي بداية المشوار. حلوة أول مدغشقر منك دي والله، طلع زي العسل. خليني يا أخي خليني أتكلم، قال أقول مدغشقر يعني. مدغشقر تحرز الهدف الثاني كابتن رابح، احنا قاعدين قال لنا النتيجه غينيا كانت هجمه ضغطه، قال مدغشقر هتجيب وممكن كمان تكسب المباراه. وفعلا تم احراز التعادل والهدف الثاني ولعبوا بشكل صراحه. انا عجبني المنتخب مدغشقر، يلعب كوره نظيفه، كوره صحيحه، الروح القتاليه في الميدان، واخيرا الفعاليه. كابتن الفعاليه كانت اول مشاركه في نهائيات كاس افريقيا يسجل هدفين الى فريق قوي وهو الغيني. وخلي بال حضرتك برضو موريتانيا هتبقى نفس القصه. موريتانيا فريق جيد ايضا، البوروندي فريق جيد ايضا. بالضبط. نعم كل دول اول مره شاركوا يعني.